مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا ومعكم ياسين رئيس جمعية الامل والتضامن بخصوص القضية الاخوان اللي وقعت لهم في مستشفى ابو الوافي. مشاو داو شي حالة تمايا وواحد الماجور منعهم باش ما يدخلوش عند الطبيب على حد الاقوال ديالو. هاد الاخير ربطوا اتصال بمسؤول بوزارة الصحة واللي تدخل في هذه القضيه هذه واعطاهم يعني وعد بانه غادي ياخذ لهم حقهم من هذاك الماجور اللي ما خلاهمش يدخلوا عند الطبيب. نخليكم مع ياسين يحاول يقربنا من تفاصيل هذه القضيه وشنو وقع ليه، وهذا المشكل راه ماشي غير اول واحد غيوقع ليه، راه بزاف ديال الناس فاش كيمشيو للمستشفيات الحكوميه كيلقاو مشاكل مع السيكوريتي مع الماجور مع بزاف ديال الناس خدامين في ذاك السبيطار. ياسين السلام عليكم. شكرا منبر شوف تيفي. دائما هو سباق المواكبه الحدث، كما كيعلم الجميع ان الواقعه وقعت في مركز ديال متعدد الاختصاصات اللي كاين في شارع الناظور التابع لسبيطار ابو الوافي. القصه اللي كت ولا الحدث اللي كيتجلى في ان الماجور اللي كاين تما في هذاك المركز كان يعني اول حاجه ماجور هو ما كيلبش كاع البلوزه، ما دايرش الباج، كيف يعني معرقل السير ديال المرضى، يعني ديما الا درتو واحد المعاينه ميدانيه كتلقاو مشاكل كاينه تما، والناس ما عندهاش جرأه كتهضر غير في الكواليس وكتشك من هذاك الماجور. وانا ديجا كانت عندي ريكلاماسيون تمايا، الناس بزاف كيتشكاو كنقول لهم لا القطاع الصحي نظرا لقله الامكانيات كيكون الضغط على ذاك المستشفى، وهذا كتلتمس الاعذار بحكم حنا كنمثلوا المجتمع المدني وعندنا احتكاك مع 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 قطاع ديال الصحه. ولكن من حنا دينا واحد الحاله تمايا والماجور تيخرج من الاداره فين كاين هو وكيجي تيلحد الباب فين كاين الطبيب وكيدخل عند الطبيب وكيعرقل السير تمايا كما كنقولوا سير ديال الكونسلطاسيون، وتيقول لك لا سير خلص باش تاخذ سيرتيفيكا، وكتمشي تخلص كتجي كيقول لك لا تيدوزو هاد المرضى كلهم، والطبيب ما طلع حتى لطلاشونس لان كان في البلوك وعنده ساعتين ساعتين ونص غيدوز دوك المرضى كلهم، ما غاديش يمكن 30 ولا 40 واحد ما غاتمكنش. قلت له يا ودي هاد الناس هادو اللي غادي يدوزوا واخا يدوزوا ماشي مشكل، صحاب الشواهد عطيهم نهار اخر، ولا دوز مريض ودوز صحاب اللي ياخذوا الشهاده، راه تياخذ الشهاده تا هو خصو يدوز عند الطبيب، تا هو خص الطبيب يشوفه، راه كلشي مريض. قال لك لا غيدوزوا الناس هادو من الاولين وغادي تخلصوا، والطريقه باش كيهضر كيامرك، وانت ملي كتدخل دابا المستشفى كتلقى لائحه احترام المستشفى، احترام المسؤولين، احترام النظام الداخلي، احترام كذا وكذا، ومن بعد كتلقى حتى هما خصهم يحترموا المريض، راه نصف العلاج راه هي المعامله، راه هي الكلمه الطيبه، وانت كتكلم معنا باش عرفناك حنا اخي الفاضل واش ماجور ولا فرملي ولا 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 ولا, ولا, ولا في الامن الخاص، باش عرفناك حنا تابع قطاع الصحه. راه هذا هو تكلمتي مع مسؤول في وزاره الصحه. انا من تكلمت باش نديروا واحد التيبيلون لهذه الواقعه هذه، انا من تكلمت مع الماجور وبدا كيهضر بهذيك الطريقه وبدا كينفعال وكيصهال وهذا، قلت له اسمح لي راه تينا با لو دروا باش تهضر معايا انا بهذه الطريقه بهذه لافاسون هذه. قلت له انا راه غادي نمشي نشكي بك. قال لي سير فوت الوزير امام الملا وكاينين شهود عيان. قال لي سير فوت الوزير شو على لو تيغ ما صاحبي باش كيهضر هذا الاخ الفاضل هذا اللي في واحد القطاع اللي هو حساس قطاع الصحة، وديجا عندنا معاناة حنايا بعدا في التعطال في لي رونديفو في الكونسيطاسيون في بزاف ديال الامور. وشوف حنا ما تنعممهوش، كاين الحمد لله الناس تمايا اللي مزيانين اللي عطاونا يد المساعدة، راه بلا ما لا داعي ذكر الاسماء، ولكن بحال هذا السيد هذا اللي مسؤول وفي هذا القطاع اللي حساس ويتكلم بحال هذا الشيء وكيصال على المرضى شي بالعكاز ديالو شي الاجي شي انت كتقول راه ماشي كلشي فاهم، ماشي كلشي عارف، ماشي كلشي طبيب، ماشي كلشي ماجور، فهم الناس. الا ما قدرتيش وما عندكش الخاطر باش تفهم الناس عطي اتساع لهذيك البلاصه وخلي واحد اخر لي كومبيتون يجي يمارس هذيك يزاول ديك المهنه الشريفه. شنو درتي انت يعني كاجراء؟ شنو درتي؟ حنا من دار هذا الشيء هذا اتصلنا كنا غادي نوضعوا شكايه للدائره اللي تابعه لا 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 المستشفى ديال ابو وافي المركز ديال متعدد الاختصاصات اللي كاين في شارع الناظور. ولكن قلت غادي نشوف طريقه اخرى. تكلمت شخصيا مع المدير الجهوي ديال قطاع الصحه، الحمد لله كنشكرو على التواصل ديالو وعلى التفاهم ديالو،
قلت لي اشنو كاين؟ قال لي واش الملف كاين في القضاء؟ قلت لي مازال، قال لي إلا كان في القضاء راه القانون فوق مني وفوق منك. قلت لي بيان سيغ، قلت لي عندك الحق. حنا الحمد لله كنا تحت طائلة القانون. قلت لي ولكن حنا هاد لوبا هادي راه مازال ما درناهاش. قال لك صافي ما درتيهاش، أعطيني المعطيات اللي كاينة وماشي مشكل، أنا غادي نتكلف بهذا الملف وأنا غادي نشوف المسائل أشنو فيها. وهذا الشيء الحمد لله كيصب هادي بشرة خير. ملي كتلقى مسؤول الحمد لله في هذا المستوى هذا وكيتواصل معاك وكيقدر العمل الجمعوي وكيعطيك وقت وكيستفسر وكيقول لك الف الف مرحبا، راه شي صافي بليزير. ولكن كتشوف هذا السيد هذا الماجور الطريقه باش كيتكلم وكيضرب في الجمعويين وكيضرب في الوزاره وكيضرب في القطاع الصحه ديالو كله، اش هاد العابات واش هاد البزاله هذه؟ يعني حنا الحمد لله المدير الجهوي تكلمت معاه شخصيا، انا غنوافي بالمعطيات وحنا غادي نبقاو. حنا ضد اي حاجه فيها العابات وفيها وفيها البساله وفيها القمع. اي واحد من حقه تطبيب واي واحد من حقه استقبال مزيان. اذا الانسان لا عنده شي مشكل مع راسو ولا مشكل في داره ولا مشكل شخصي يخليه برا، ما يدخلوش معاه المستشفى. هذه هذا هو بيت القصيد. حنا جيت كذا انا من الاخر وحنا ما غنسكتوش على هذا الشيء. شكرا لك الاخ ياسين، ويعني تكلم بحرقه، وكذلك شكر الناس اللي تدخلوا بخصوص هذه القضيه هذه اللي وقعت لهم في مستشفى ابو الوافي على حد القول ديالو. شكرا لكم حتى انتم مشاهدينا لحسن المتابعه، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، تبقوا على خير.